اللي صار علينا أمر يعني عصيب جدا جدا جدا، لا يمكن للإنسان يتقبله أو حتى عقلنا يدرك الأمر اللي حصل. ما أقول لك ما في خوف، في كل واحد، كل إنسان مر عليه خوف، في خوف كثير يعني، ما أنه على كثير البشر هنا، في الناس في العراء كلها. أيام صعبة يعني، أيام عم بتعدى علينا، أيام كل يوم أصعب من الثاني يعني صدقا. ولحد الآن يعني الساعه لحد الآن ما عم نتقبل وضع المخيم، بالخص أنا في وضعي يعني، إنه من كشوب، كبرد بالليل، كمرض للأطفال، يعني صار تقلبات أجواء كتير يعني. ما بقى منحسن، خلص الخوف انزرع بقلوبنا يعني، رغم كل هالظروف اللي عايشينها هون، وكل نهار بمر علينا بيموت مني 100 عرق بسمع بالسجر ارجع. يعني الخيمة موت، العيش فيها موت، خصوصي هلأ بالشوب، وبكرة برمضان الله بيعلم كيف بده يمر علينا. هلا الولد هو قاعد كل شوي على بابا، صار تهزي، هزت ارض فيني، صار عنده عقدي من النحت الهز. يعني هلا بتقول له قوم روح البيت، بقول لك لا، اذا بيكون البيت طابق ها، وبكون يعني قد ما كان قوي، بقول لك ما بروح البيت، صار عنده خلص نقص خوف رعب. بيتنا قديم وصار في تصدعات، اجوا اعطونا في اخلاء، وجينا هون وبركنا والحمد لله رب العالمين. لما بقول لهم لاولادي، عندي اولاد صغار، روحوا لاخذكم على بيت عمي نحمكم، ولي لا بدنا نضل هون نتحمم هون، يعني لسه في خوف. صرنا بمعن خاف نزل الهزه، الدار عملت ضربت عنا، وهي وجينا نحن صرنا نطلع البريه نبرق. بعدين قالوا لنا في هون كمان مخيم، جينا عليه، بركنا من وقت المخيم لهلا، صرنا شهر هلا بالمخيم هون. نزلنا ولعني والحمد لله هون باركين هلا. يعني الله يفرجها، وانا عم بدور على شغل، عم بدور على شيء. يعني صعب كثير جدا، مطر، الاولاد بالشارع، برد. وكان طفل صغير عندنا، بنت اخوي، وتوفت الام وبنتين، وحده 8 سنين وحده عمرها 6. وضع علي قاسي قاسي، كيف شغل ما الاقي، اكل لاولادي ما الاقي، وافطر ما اسعى ما الاقي، عرفت كيف؟ وانا رحت على زاز شهر اسعى في شغلي، اسعى بعمل ايه؟ وما مشي حالي، عرفت كيف؟ حسيت بدي اطلع على زاز تمام، وما مشي حالي رجعت هون يا حارم. كان موقف مرعب جدا جدا جدا، اكثر ما يتصور العقل. استطعت انا طالع زوجتي واثنين من اولادي، احد البنات ما استطعت طالعها، الله يرحمها ويتقبلها. خرجنا، لما خرجنا للشارع تفاجأنا في البناية اللي قدامنا سقطت قبل بنايتنا، ثم بعد منا سقطت بنايتنا. والله يا خي عشنا رعب رعب وخوف، ويعني من هالزلزال، وكل يوم يعني انه في هزة في زلزال في كذا، نضل على طول انه مرعوبين، ما عنا استقرار يعني، انه باركين ومستغرين. ووضع المعيشة يعني بعد الزلزال خيام، الزلزال أثر علينا كثير، دمار، و يعني صارت بالنسبه للحاره عندنا مدينه اشباح، فتضايقنا كثير وتضررنا كثير 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 يعني. فقدنا ناس اعزاء علينا.